غالية. غالية، غالية لما جاء الزلزال كيف سويتي؟ ايش شعورك وقت الزلزال؟ كنت مرعوبة كثير، واول ما هزيت ما طلع الصوت، بعدين كلياتنا فقنا ونزلنا لتحت والجارات رمانا، طلعنا حفيانين. تستمر مساعدات مركز الملك سلمان للغاثة. هنا نجد الآن بدأ بني الخيام في أحد مناطق غازي عنتاب. هذه المساعدات تذهب للمتضررين، الناس، الأشخاص الذين سقطت منازلهم في جراء الزلزال الذي وقع في منطقة غازي عنتاب. نشاهد الآن المتطوعين في مركز الملك سلمان للغاثة ينصبون الخيم. هنا طبعا تجري عمليات الكشف عن الحالات الطبية ومساعدتها بشكل عام. من الحالات اللي يعني كان الشبه منتشر لديهم الخوف المستمر، القلق المستمر من يعني هذه الأعراض اللاحقة، أيضا اضطرابات في النوم، لكن الأشد هو الخوف المستمر من عودة هذه الزلازل والألم اللي يحصل بعد هذه الأحداث. والله حاليا كنا عملنا بالحديقة تحت هالبر، نحن والأطفال في عائلات كتير مشردين، يعني أتراك وسوريين كلهم بالحدائق عم ينام. لو نشاهد الآن في هذه الأثناء بهذه الطريقة يتم تسخين الأكل، لا يوجد مقومات الحياة للعديد من الكبار السن هنا، يعيشون حالة صعبة جدا، أطفال وكبار السن. المنظر مؤلم للغاية حقيقة، البرد قارس للغاية، لا يوجد أكل، لا يوجد شرب في هذه الأماكن، وين وجد فهو يعني بعد عناء كبير. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات جليلة للمشردين في هذه الشوارع. هنا كان قبل وصول مركز الملك سلمان للإغاثة كان لحافهم السماء وفراشهم الأرض في درجة حرارة تلامس سالب 3.